صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يحكم على اليهودي والنصراني بعينه إذا مات؟ يقول صلى الله عليكم: هل يحكم على اليهودي والنصراني بعينه إذا مات أنه من أهل النار؟ ما كلفك الله بهذا، ما تعلم الغيب، ربما يكون تاب قبل موته، فما تحكم على معين بالنار أو بالجنة إلا بدليل من الكتاب والسنة. وأما غير المعين فهذا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نجزم لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة ولا الله. كلفك الله بهالأمور هذه. نعم.